السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى التشكيلة المتوقعة في قمة دوري أبطال أوروبا الذي تجمع بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ريال مدريد. طبعا مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي باريس سان جيرمان بهدف لصفر، وسوف نرى التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سلك كل جديد، وإلى مر إلى تشكيلة الفريقين المتوقعة في المباراة المرتقبة يوم الأربعاء. والبداية مع ريال مدريد الإسباني. بالنسبة لتشكيلة ريال مدريد الإسباني فهو يعاني من غياب لاعبين يشاركان في التشكيلة الأساسية، ويتعلق الأمر بكل من كاسيميرو وميندي الذي تلقوا بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ويغيبوا عن مباراة الإياب. فيما تشكيلة كالآتي: حراسة مرمى البلجيكي تيبو كورتوا، خط الدفاع الظهير الأيمن داني كارفاخال، الظهير الأيسر دافيد ألابا، قلب الدفاع يأتي ناتشو وميليتاو، وسط الميدان كما قلت غياب كازيميرو يأتي اللاعب فالفيردي وتوني كروس ولوك مودريتش، وخط المقدم الهجوم بقيادة كريم بنزيما فينيسيوس جونيور وأسينسيو. ونمر الآن إلى تشكيلة نادي البي اس جي المتوقعة لمباراة ريال مدريد. بالنسبة لباريس سان جيرمان فهو لا يعاني من غيابات، فكل اللاعبين حاضرين في قائمة المباراة باستثناء اللاعب سيرجي راموس الذي يعاني من مشاكل كثيرة هذا الموسم. بالنسبة لتشكيلة باريس سان جيرمان فهي كالآتي: حراسة مرمى كايلور نافاس، الظهير الأيمن العائد أشرف حكيمي من الإصابة، والظهير الأيسر خوان بيرنارد، قلب الدفاع يأتي كيمبيبي وماركينوس، وسط الميدان يأتي فيراتي واللاعب بيريرا وباراديس، فيما خط المقدمة وخط الهجوم بقيادة الفرنسي كيليان مبابي، نيمار جونيور وليون ميسي. بالنسبة فهي تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة ريال مدريد، وكذلك شاهدنا تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لباريس سان جيرمان. وهذا هو كل شيء من لدينا، لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو.